هلا بدنا نكتب المعادله الكليه للسيستم. شايف مش عندي ام هلا هون وام هاي بدي اطلعها، يعني هلا بدنا نحسب هاي المعادله. بدي اطلع تاو المطلوبه من المحرك بدها تساوي، بدها تتغلب على تاو تبعت الماسز ريفيرد تو ذا هاي سبيد شافت، هاي اصلا هي على الهاي سبيد شافت باي ديفينيشن، زائد بدي اطلع اي ايكوفالنت لكل السيستم. احنا ما حطيناش افشنسي على فكره، مزبوط لازم نحط افشنسي للجير بوكس او افشنسي للسيستم كله بشكل عام. خلينا نشوف ايش الافشنسي احنا مستعملينها. 85% انا مستخدم هون ايتا فورورد 85%. طبعا لاحظوا ايتا فورورد تنطبق بالحاله اللي حطيت اللود هون وبرفعه، لما بنزل شو بصير؟ شو عم بيعمل المحرك واحنا نازلين معظم وقته؟ بريك، الكتريكال بريك، مش في طاقه بوتنشال انرجي مخزنه في هاي الماس اللي نزلناه. خلصنا البرودكت وصنعناه بدنا نبعته للزبون، نزلناه من هون. وزن البرودكت 200 كيلو، راح ينزل 200 كيلو مسافه قديش؟ 20 متر. مش في طاقه وضع مخزنه فيه؟ وين راح تروح طاقه الوضع هاي؟ راح ترجع من هون، راح ترجع من هون، راح تخسر افشنسي ريفرس هون، راح ترجع في المحرك وراح ترجع على 3 فيس سبلاي. يا بستخدمها في العماره عندي، يا بترجع على الشبكه وبيستفيدوا منها كاستمرز ثانيين. واذا عدادي ما بعد ما راح يعد لي المساهمه اللي ساهمتها، اوكي؟ بس في طاقه رجعت، طاقه الوضع ما بتروح على الفاضي. اذا بس وانا برفع معظم وقتي راح اكون عم بحط بوتنشال انرجي في هذا السيستم، على فكره عم بحط بوتنشال انرجي وكينيتيك انرجي. مش هي بترفع سرعتها ل 1 متر بير سكند فإلها كينيتيك انرجي، بس بعدين بالنهايه بضل فيها بوتنشال انرجي لما سرعتها تصير صفر هون. بعدين برد بنزلها بسترجع الكينيتيك انرجي. اي ايكوفالنت في الفا، والفا لازم تكون كمان هاي سبيد شافت، وهاي ايكوفالنت ريفر، لازم المعادله كلها تكون حوالين نفس الشافت. اوكي؟ بصيرش احط جزء من المعادله حوالين شافت وجزء من المعادله حوالين شافت ثاني. طيب هذا هو المجهول اللي بدنا اياه اللي على اساسه رح نختار المحرك. طيب التاو اللي ناتج عن الماسز شو بتساوي؟ اذا تاو ماسز ريفيرد تو ذا هاي سبيد شافت بتساوي ام في جي، مزبوط؟ هي اعطتني فورس، بدي احول الفورس لتورك، بايش بضربه؟ بضربه في دي اس على 2. هي صار عندي موجود على هذا الشافت. بعدين ايش راح يصير فيه؟ التورك، ايش راح يصير في التورك من هون؟ هلا لاحظوا السرعة من هون لهون بتنزل، إذا من التورك لتورك بتطلع، إذا لما برجع تورك من لهون بقسم على ار جي، بس كمان ايش بقسم؟ على ايه؟ تاو على لو سبيد شافت بقسم على ار جي على، هلا هاي صارت عندي خلص جاهزة هي على لو سبيد شافت، مش هيك؟ شو الماسز اللي لازم آخذهم بعين الاعتبار؟ بس الأوت أوف بالانس ماسز. يعني لو اني انا معلق شيء ثاني هون يعادل وزن هذا ما باخذهم، هذه اوت اوف بالانس، هذا التورك هذا لازم احطه حتى امنع هاي انها تنزل. قديش القيم عندي؟ عندنا 200 9.81 مضبوط، نص 49 85، حد يحسب لي هذا الرقم؟ 0.235 وهذا هون نيوتن متر، مظبوط؟ مظبوط الرقم هيك؟ يبدو انه صغير، مبين انه صغير. 23.5. اوكي عندي اذا هون 23.5 نيوتن متر. طيب ايش كمان لازم احسب؟ بدي احسب اي ايكوفالنت وبدي احسب الفا، الفا من وين راح احسبها؟ من اي قيمة؟ بدي احول هاي لراديانس بير سكند على الهاي سبيد شوت. طيب نحسب اي ايكوفالنت، هلا اي ايكوفالنت طلعوا على المعادله اللي هناك، اي ايكوفالنت بدنا نحولها هاي سبيد. هلا في شغله انا ما حطيتها هون، الشيف احنا اعتبرناها كمان الها انيرشا، واظن الانيرشا تبعت الشيف 10 كيلو جرام متر سكوير، فهاي الشيف او البولي هاي اي شيف 10 كيلو جرام متر سكوير، هاي معطاه من شكل القطعه او بتجيب شكل القطعه وبتحسبها وبتشوف قديش الحسابات اللي عندها. اذا اي ايكوفالنت هاي سبيد شافت بتساوي راح تكون عندي الماسز مضروبه في مربع الراديوس مقسومه على ار جي تربيع
وعلى ايتا مش هيك كتبناها هناك؟ ما حطيناش احنا ماسس. اوكي عندي هاي الاي تبعت الماسس ضربناها في مربع الراديوس قسمناها على مربع الريدكشن ريشو وبعدين قسمناها على ايتا. عندي ام قديش قلنا؟ 200 نص تربيع راح تعطيني ربع 49 تربيع و.85 ولذلك راح تلاقوا هذا الرقم اصغر او بعد ما ينضرب عفوا بالفا ببين قديش. هلا هذا بعطيني اي ايكوفالنت 0.02 كيلوغرام متر سكوير. ايش لازم الان احسب كمان؟ الفا هاي سبيد شاف بده يساوي اول شيء بدي اخذ اي اللي هي اللينير وبايش بدي اقسمها؟ هي متر بير سكند سكوير حتى احولها لرايديانس بير سكند سكوير. المنطق بقول اني بدي اقسمها ولا اضربها في راديوس؟ بقسمها على راديوس. اذا عندي هون اللي هو دي اس على 2 وبعدين ايش راح اعمل؟ هذه اعطتني الفا لو سبيد شاف باي ديفينيشن حتى احولها للهاي سبيد شاف بايش بدي اضربها؟ عندي هذا الرقم كان 0.05 متر بير سكند سكوير في 49 على نص. عندي هذه تقريبا بتكون 4.9 راديانز بير سكند سكوير. والان بامكاني اعوض مش هيك؟ معوض هذه القيم فوق. هلا راح تلاحظوا لو ضربت اي ايكوفلنت في الفا قديش عم بعطيني؟ بعطيني رقم صغير جدا بالنسبه لمين؟ يعني 23.5 راح احطها محل هذا. محل اي ايكوفالنت في الفا راح نحط 0.02. ما جمعناش العشرة، ما اخذناش العشرة تبعت هذا مزبوط. فايش لازم اعمل؟ لازم اول اشي اعمل هلا هذه بتساوي زائد اي اوكي مضبوط. مره ثانيه حد يحسب معي، يمكن ما يغيرش كثير الرقم بس خلينا نحسبها على الحال. عندي هون 200 في نص تربيع ربع زائد 10، هذا كله بعدين مقسوم على 49 تربيع على 0.8، فبصير عندي 200 في ربع 50، 50 و10 60، ما راح يتغير كثير الرقم السابق. 0.029 بصير عندي هلا هون 0.029 مضروب في الفا 4.9. احسبوا لي هذا الرقم لحاله اول شيء، 5 0.03 تقريبا بيطلع قديش؟ 0.15 قديش؟ 0.14 رقم. هذول الرقمين مين اللي له تاثير اكبر بكثير بهاي الحاله؟ الاوت اوف بالانس ماسز. الاكسلريشن ما عم بياثر عندي كثير. هلا في حالات راح تشوفوا الاكسلريشن بصير لها تاثير اكثر، بس الشيء الدوميننت ايش هو؟ اذا هاي قديش تطلع؟ 24 او حتى 23، مش هيك؟ 23.64 نيوتن متر. اذا بدي محرك يعطيني هذا بده يكون الريت التورك تبعت المحرك اللي بدي اختاره.